السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم معايا من جديد وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. تحت طلب ديال بعض المتتبعين للقناه اللي طلبوا مني انني نشارك معاهم الاصلاحات او الفينيسيون في المنزل ديالي، ففي هذا الفيديو غنشارك معكم تركيب الابواب الخشبيه بالنسبه للطابق الخاص بغرف النوم. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الابواب كيفاش جاوا، وكذلك باش تشوفوا الموديل اللي خدمته والثمن باش خدمته. هذا هو الشكل اللي اختاريت بالنسبه لغرف النوم. هنا راه مازال ما تحك، ما تضعلوش الفيرني، غتشوفوه معايا بالشكل النهائي ان شاء الله في اخر الفيديو. بما ان هاد الابواب غيكونوا في الطابق اللي خاص بغرف النوم، فانا اختاريت هذا الشكل اللي هكا يكون بسيط، ما بغيتش ناخذ شي شكل يكونوا فيه هكا لي موتيف بزاف وهكا مشارجي، اختاريته هكا سامبل وحتى التكلفه ديالو تيتقام يعني ارخص. بالنسبه للنجار عطاني مجموعه من الابواب اللي نختار بيناتهم، وانا عجبني هذا الشكل، ودائما الشكل كيبقى حريه شخصيه ديال حسب كل واحد. في الاخير غنشارك معكم مجموعه من الاشكال اللي كان عطاني اللي كيتقاموا بنفس التكلفه، وكذلك اشكال اخرى اللي كتقام بالتكلفه اكثر. بعد ما خدا النجار القياسات الاوليه تيجيب الابواب والكوادر ديالهم، عاد كيبقى ينقصهم يعني كيصوب لهم المقاسات النهائيه خلال العمليه ديال التركيب. وهذه افضل طريقه باش تركبوا الابواب طريقه مزيانه، يعني ما يكونش فيهم داك الفراغ في الاسفل عالي او يجوا ماشي هما هذوك. يعني افضل طريقه انه ياخذ القياسات النهائيه خلال عمليه التركيب، لان بعد ما تلحق يكون في العوجيه كتكون مثلا لابون طالعه من جهه وهابطه من جهه ديال الزليج، فمن الافضل انه ياخذ القياسات النهائيه خلال عمليه التركيب باش يجي الباب مزيان. بهذه الطريقه ديال اخذ المقاسات النهائيه كنلقاو داك الفراغ اللي كيكون اسفل الباب قليل، يعني ما تيكونش الباب تحت منه واحد الفراغ اللي هو كبير، يعني كتكون واحد القياسات اللي هي مضبوطه. بالنسبه لهاد الابواب الخشبيه فانا خدمتهم عند يعني شركه خاصه بالنجاره، كيجي واحد الفريق ديال العمل اللي عنده الماتريال ديالو كامل، يعني باش كيقطعوا باش يحكوا، كتكون واحد الفريق اللي هو متكامل، يعني كل واحد كيصيب واحد الجزء من الباب، واحد كينقص منه، واحد تيكون مكلف بالبيزاغراس، واحد تيكون مكلف بالبلاصه ديال الكانو، يعني كيركب داك بلاصه القفل تيتقبلها المكان ديالها، كل واحد كيصوب الخدمه ديالو. كيف كتشوفوا جميع القياسات كيكونوا في عين المكان، يعني هو تقطع جزء من الشامبره باش هذيك المكان اللي فيه البلينسا تجي فيه الشامبره، وهنايا النجار تيعطيك اختيار انه يقطع الشامبره او يقطع جزء من البلينسا، يعني حسب الاختيار ديال صاحب المنزل، اما نقطع الشامبره او تضحي بجزء من البلينسا باش تجي الشامبره كامله من الفوق لتحت. وبالنسبه للمرحله اللي كنركبوا فيها الابواب الخشبيه، فبعد ما الصباغ تيحك الحائط تيدير له ديك الكوش الاولى التحضيريه، تيدير له جميع الكوشات ديال لوندوي، يعني كيبريباري الحائط مزيان وكيكون جاهز انه يستقبل الصباغه النهائيه. فقبل ما ديك الكوش ديال الصباغه النهائيه كنقوموا بتركيب جميع الابواب الخشبيه هكا كنركبوهم في هاد المرحله، باش ملي يكون الصباغ باغي يصوب الكوش النهائيه يعني الصباغه ديكوراتيف النهائيه ما تاثرش ديك الصباغه بالاعمال ديال النجار، يعني اعمال ديال تركيب الابواب. كيف كتشوفوا هنا كاين واحد الفريق ديال العمل، كل واحد كيقوم بالمهام ديالو، يعني اللي كيركب الكوادر، اللي كيركب البيزاغرات، اللي كيركب الاماكن اللي كيتقبل الاماكن ديال القفل ديال الباب، وفي الاخير ملي غيساليو هاد الاعمال غتجي مرحله الفيرني. انا كنفضل انكم تتعاملوا هكا مع شركه او نجار كبير اللي كيقدر يصوب لا كوموند بسرعه، اللي كيكون عنده واحد الفريق ديال العمل اللي ما كيعطلكش، وفي نفس الوقت كيكون واحد العمل اللي هو مسكون. بعد العمليه ديال التقطيع والتركاب ديال جميع الابواب تركب لهم فقط دوك لي كانو، وغيخلي لي بواني حتى المرحله الاخيره، يعني حتى تدوز للمرحله ديال الحكان والفيرني. بعد ما كملوا التركيب ديال جميع الابواب الخشبيه ونطفوا المكان من اي بقايا ديال الخشب، جات المرحله ديال الفيرني،
هنا الفيرنيسور تيحك الباب، يعني تيحضر الباب باش غادي يوضع له الفيرني، تيحكو مزيان. عاد من بعد غادي يوضع له الكوش الاولى والثانيه ديال الفيرني. هنا كيف كتشوفوا راه القفوله راكبين، يعني تيركبوا القفوله فقط وكيدير الكوش الاولى والثانيه ديال الفيرني، وكتبقى الكوش النهائيه حتى كنكملوا جميع مراحل الصباغه. عاد كتكون واحد الكوش نهائيه اللي معاها تيركبوا لي بواني. هنايا راه حك الباب مزيان وضع له واحد الكوش الاولى ديال الفيرني، الا شفتوها معايا ديك الاولى ما كتكونش باينه مزيان، حتى كتكون الكوش الثانيه عاد كتبان. ضروري يفرش لكم الجورنال او الكرتون في الارض باش ما تاثرش الارضيه بالاعمال ديال الفيرني. الفيرني ممكن تخدم هكا بالبيستولي او تخدم بالشيتا عادي، غير انا كنفضل هكا البيستولي، يعني كتعطي واحد النتيجه احسن. وقبل ما تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال ابواب غرف النوم بعد ما نصاوبوا لهم الفيرني النهائي ولي بواني، غنخليكم تشوفوا معايا ايضا الابواب ديال الشقه، يعني الباب ديال البرطمان الاولى والثانيه، ابواب المدخل. بالنسبه للخشب اللي خدمت به هذه الابواب فهو الليتر، خشب الليتر. وبالنسبه لهذا الطرف ديال الخشب اللي تتشوفوا في الارض فهو هذا بواروج، هذا جابهم من النجار باش غادي يزيدهم على الفوكادر، لان في هذا المكان فين كاين الفوكادر ما وضعناش واحد الفوكادر اللي هو في واحد المساحه كبيره، يعني ما غلاتش باش غتجينا الشومبره هنا مزيانه، لان خلينا الفوكادر الاول ما غاديش يكون المكان فين نوضعوا الشومبره، لهذا فدوبلو بحال دوبلنا الفوكادر باش نخلقوا لواحد المكان اللي غتكون فيه الشومبره. دائما بنفس الطريقه كيف كتشوفوا معايا كتكون القياسات في عين المكان، يعني تناخذوا الكادر كيجي اصلا كبير، يعني كبر من المكان اللي هو خصو يكون فيه، ومن بعد داك كيكون العبار النهائي وكيكون التقطيع على حساب شنو عندنا في الباب. هنايا كتشوفوا معايا الجزء ديال الخشب اللي ضاف باش تجي مقاده من الجهه الاخرى، يعني باش تجي المكان ديال الشومبره، لان كاين زليج ما عندناش كيفاش نديرو باش نوضعو الشومبره، لهذا زاد الطرف ديال الخشب باش يخدم بحال الفوكادر. وهذا هو الموديل اللي اختاريت بالنسبة للباب ديال الشقة. وهذا الباب الثاني ديال الطابق الثاني اللي فيه غرف النوم. هنايا ركب البيبان وضع لهم البيزاغراس والبلاصة ديال القفل، يعني ركب القفل ديالهم، فما بقى الا انه يصوب لهم، يعني يحكم ويدير لهم الفيرني، وان شاء الله تشوفوا معايا الصور ديالهم النهائيه. وغنشارك معكم ايضا موديلات اخرى اللي عطاني نختار منهم. انا اختاريت هذا الموديل، يعني بغيت نختار شي موديلات اللي تكون سامبل وما تكونش فيها بزاف ديال التفاصيل. نخليكم مع الشكل النهائي ديال الباب الخشب اللي صوبت بالنسبه للباب ديال لابارتمون ديال البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج، هما راه بحال بحال. هذا هو الباني اللي اختاريت ليهم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الابواب اللي صوبت بالنسبه لغرف النوم. بالنسبه للتكلفه ديال هذا الباب فالنجار صوبهم ليا ب 1500 درهم الواحد، خاوين يعني بلا بيزاغرات بلا قفوله بلا باني، هادوك تقريبا كيكلفو ما بين 200 حتى 250 درهم.
بالنسبه لهذا الشكل ديال الباب اللي شاركت معكم، فالتكلفه ديالو هذا صوبهم لي النجار ب 3000 درهم الواحد، بطبيعه الحال كيف سبق وذكرت بدون الاكسسوارات، يعني بلا بيزاغرات بلا بانيا بلا كانو. النجار تيخلي صاحب البيت هو اللي يتكلف بهم باش يختار الجوده اللي بغى. بالنسبه للخشب اللي خدمت به هذا الباب فهو الليتر. اما بالنسبه للابواب ديال غرف النوم فهذاك مخدوم بالشان، الكادر ديال الشان وايضا الكونتر بلاكي ديال الشان. هادوك تيكونوا فيهم الكونتر بلاكي ديال الشان ومعمرين بالبواروج، ولكن هذا تيكون عامر كامل الليتر. غنخليكم مع مجموعه من الموديلات ديال الابواب الخشبيه اللي التكلفه ديالها بحال اللي تقاموا عليا بابواب غرف النوم، يعني كيتقاموا ب 1500 درهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يكون مفيد ونال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسونيش من لايك، الى كنتو اول مره كتشوفوا القناه وعجبكم المحتوى ديالها فاشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش تبقاو توصلوا بكل فيديو جديد. غنخليكم مع مجموعه اخرى من صور لابواب خشبيه، وفي الاخير دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.